بحضور رسمي وشعبي من 19 بلدا بينها العراق، بدأت في مسجد الكوفة الفعاليات الرسمية لمهرجان السفير الثقافي بنسخته السادسة، والتي تتضمن إعلان نتائج الإبداع الفكري والثقافي ونشاطات بحثية وجلسات شعرية بمشاركة من داخل وخارج العراق. افتتاح مهرجان السفير الثقافي السادس في هذا اليومين القادمين سيتم افتتاح معرض للصور والخط العربي ومقتنيات الأمانة، وكذلك تكريم الفائزين كأفضل كتاب ألف وأفضل كتاب حقق وكذلك أفضل قصيدة. مشاركة كبيرة، تقريبا 19 دولة مشاركة في هذا العام. وعلى هامش المهرجان أقيمت معارض للتصوير الفوتوغرافي وأخرى لتوثيق بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب، إلى جانب معرض للخط العربي والزخرفة الإسلامية، فيما أقيم معرض خاص لعرض النفائس الموجودة في خزانة مسلم بن عقيل ومسجد الكوفة من الكتب والمصاحف النفيسة والأسلحة والقطع النقدية وغيرها. على هامش هذا المهرجان تم إقامة عدة معارض، كمعرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للخط العربي ومتحف خاص بمقتنيات الأثرية لأمانة مسجد الكوفة المعظم. صور المشاركة واللوحات الخاط كانت من 19 بلد، مرت بعدة مراحل، مرحلة الفرز ومرحلة التحكيم. ضيوف المهرجان من خارج العراق اعتبروا أن المشاركة فيه تحمل طعما خاصا لهم في هذا الوقت بالذات، بلحاظ ما للعراق من ثقل في ساحات الأدب والثقافة والشعر عبر التاريخ. العراق يمثل دائرة وقطب الفن والشعر، بما أني كشاعر يعني، وربما انطلقت أنا من العراق مع أني لبناني يعني. ثانيا، الشعر هو وسيلة إعلامية مهمة جدا لتخليد الإثارات والبطولات التاريخية. وكانت مراسم الافتتاح الشعبي لمهرجان السفير الثقافي بنسخته السادسة جرت وسط مدينة الكوفة في 11 من تموز بحضور شعبي كبير. فعاليات مهرجان السفير الثقافي بنسخته السادسة شهدت هذا العام مشاركة أوسع من داخل وخارج العراق. من مسجد الكوفة راجي نصير، الحرة.